هو موسيماني لما لعب المصري النهارده ما كانش يعرف ان المدرب بتاعه بتاع المصري معين الشعباني التونسي ده بطل افريقيا مرتين مع الترجي، وان السبب في اقاله معين الشعباني من تدريب الترجي هو موسيماني بعد هزيمته رايح جاي السنه اللي فاتت 1-0 في تونس و3-0 هنا. اكيد الراجل عايز ياخد بطاره في اول ماتش وهو بيدرب خلاص في الدوري المصري. يعني الراجل انتوا طفشتوه بسبب موسيماني من الدوري التونسي وجالك هنا، يبقى اكيد عايز ياخد طاره. يعني التحكيم في مصر محمود عاشور حكم الفار، محمد شريف واخد شلوط في ايده في منطقة الجزاء الفار. يا ابني خلاص قررتوا عن السحر فين النهارده؟ هنتعش يعني عن السحر هنا ولا لما نروح القاهرة؟ مش معقول بيقول له، مش معقول بيراجع الراجل واخد شلوط في ايده، الراجل ايده جنبه جابوا الكوره وخد شلوط في ايده، كوره برضه حسام حسن محمود يا ابني هناكل ايه؟ فراخ ولا لحمه؟ هنتسحر هنا ولا في القاهره؟ ضربه جزاء، ضربه جزاء الاهلي مين؟ احنا ما نحسبش للاهلي، احنا نحسب على الاهلي بس، نحسب حسام حسن برضه نفس الكلام، الراجل واخده بالحضن في الفالنتاين، واقفين على الكورنيش واخدين بعضه بالحضن، والحكم ولا هنا ولا الفار ولا هنا، لا دي ضربة جزاء ولا ضربة، ازاي مانيش عارف، يعني على الأقل واحدة منهم تتحسب ضربة جزاء. وأنت بقى يا عم موسيماني، أنت كنت صايم معانا النهاردة ولا إيه؟ يعني أنا مانيش فاهم، أنت كنت صايم معانا النهاردة؟ عادي جدا إن يبقى في ماتش كده كل الفرقة أوت أوف مود، مفيش لعيبة ومفيش كورة ومفيش هجمات ومفيش تركيز، و ال 11 لعيبه مفيش منهم اي حاجه خالص، ده عادي بتحصل، بتحصل مع يعني مع ادفع الفرق بتحصل. ريال مدريد مكسر الدنيا واتغلب 4-0 من فريق تافه اسمه برشلونه، عادي بتحصل، بتحصل ان انت تبقى اوف يعني، يبقى خارج تركيزك ماتش، انما يعني مش معقول مش معقول مش معقول مش معقول التسيب، ويعني مفيش خالص، مفيش حتى حد يشتم كده، حد يشتم في حد من المصري حتى، مفيش كورة مفيش هجمة مفيش لعبة. مكسوني حرام وحبس وجريمة، والمفروض انت تحبس 3 سنين ان انت تنزله من الشوط التاني. بيرسي تاو انت راجل اشتريته على مسؤوليتك، والراجل غير موفق وضايع خالص، ولازم تلعبه برضه، اوحش واحد في الفرقة وبرضه لازم يلعب، ما بيعملش حاجة وكل كور مقطوعة منه هو ومكسوني، وبرضه لازم يلعب. عندك اللي يكسبك اللي هو احمد عبد القادر وسايبه وجاي تنزله في الدقيقه 75، طب ازاي؟ انا مش فاهم، يعني انا مش فاهم، انت سايب اللي بيكسبك بره عشان تبين ان انت وجهه نظرك صح، عشان تبين ان اللعيبه اللي انت تعاقدت معاها هم اللي قادرين يكسبوا الفرقه. لا بيرسي تاو عارف يعمل حاجه ولا يهبب ولا يتنيل عليه وعلى اللي خلفوه، ولا ميكسوني عارف يعمل حاجه الابيض ولا اسود، والفرقه كلها ضايعه، مفيش خالص، مفيش روح، مفيش اداء، واحنا عندنا ماتش مهم جدا قدام الرجاء. يعني الماتش ده المفروض انت كنت تنزل تاكل المصري ده، عشان الرجاء اكيد قاعد بتفرج على الماتش اللي قبلك، يعمل لك حساب يخاف منك، انما انت هتلعبه على ارضك وانت اخر ماتش في الدوري مغلوب 1-0، يعني انت اخر ماتش في الدوري مغلوب 1-0 وهتروح تلعب الرجاء في دوري ابطال افريقيا والزمالك كسب النهارده، يعني هتلاقيه ناطط معاك في المركز الاول وانت من الدوري، من الماتش اتأجل لك ماتشين، يعني الزمالك هيلعب ماتشين وعاد بيكسب، كسبان الماتش اللي فات وكسبان النهارده، لو كسبت الرجاء هتيجي عليك ضغوط بسبب ان الزمالك لعب ماتشات اكتر منك وسابق في الدوري، اما لو اتعادلت واتغلبت فكده كده بطولة افريقيا هتطير، وبطولة الدوري اللي انت مش عارف تهبب فيها حاجة هتطير. ايه يا عم موسيماني وشاطر قوي في الدقيقة 85 راح تجيب الكورة تديها للاعب المصري، يا حبيبي ما هوش احنا اللي بنعمل الحاجات دي، ما هوش احنا اللي بنعمل الحاجات دي، مدربين الاهلي بيقعدوا على الدكة حاطين رجل على رجل بسبب لاعيبتهم وبسبب ادائهم وبسبب نتيجتهم وبسبب كل حاجة. احنا بقى مش عارف انت بتعمل ايه النهارده، دماغك مش فيك خالص، شايف حاجة تانية. بيرسي تاو ومكسوني كان المفروض من الشوط الأول يطلعوا بره، طلعت قفشة ونزلت حسام حسن، تلعب باتنين مهاجمين، فين العرضيات؟
فين العرضيات؟ علي معلول عامل زي العروسه اللي متقدم لها عريس جديد، مكسوفه تروح تقابله او تخرج تقدم له الشربات، مكسوف هو يطلع قدام يعمل اي عرضيه. كريم فؤاد مش عارف كريم فؤاد ده بيعمل ايه، بيهبل ولا بيعمل ايه يعني؟ حتى الشناوي الكره اللي جات له في ايدك يا شناوي، في ايدك يعني، الكره اللي جات له في ايدك، لا لعيبه نافعه ولا جوين نافع ولا هجوم نافع. ومحمد شريف بقاله 3 4 ماتشات ما تعرفش في ايه يعني، دماغه ضايعه منه خالص يعني. المشكله في رمضان ولا المشكله فيكم ولا المشكله في الصيام ولا المشكله فينا احنا ولا ايه؟ ايه الدنيا؟ ما الزمالك زي الاكس عمال بيكسب اهو من ساعه ما جاب فيريرا وهو عمال بيكسب، ومخلين الماتشات كلها في وقت واحد عشان ما نعرفش نتابع حاجه ولا نعرف نتفرج بقى، كل واحد يتفرج على فرقته وخلاص، وماليش دعوه لا بده ولا بده ولا ده، ولا عارفين في مساعده تحكيميه ولا عارفين ده بمجهودهم ولا عارفين الابيض ولا اسود. بس اداء الاهلي زفت النهارده، الاهلي ما عملش الابيض ولا اسود، ما يستحقش حتى التعادل والله. 6 دقايق وقت اضافي، انت كنت بتبقى قاعد بتتفرج على ماتشات الاهلي ومستني الاهلي يجيب التعادل ويكسب واحد واثنين وثلاثه في الوقت الاضافي. النهارده انت بتتفرج على الوقت الاضافي وعايز الماتش يخلص. ما هو اللي هيجيب التعادل مين؟ اللي هيجيب التعادل مين؟ مفيش حد. مين النهارده اللي لعب كويس؟ ده نجم الماتش عندك اللي ها تديله 2 ولا 3 من 10 هو محمد الشناوي بسبب الكرات اللي طلعها. مع ان الجون اللي دخل فيه يعني انا اعتقد ان الشناوي كان ممكن، عارف ان هي عملت بند في الارض، بس كان ممكن كان يقدر يصدها. مفيش خالص، مفيش، ما شفتش حد على يعني. والله ربنا يكون في عوننا اقسم بالله. يعني احنا لسه طالعين من صدمة منتخب مصر، كمان الاهلي بقى علينا، وربنا يستر بقى يا عم بيتسو. وانت شكلك جبت نهايتك خلاص، ما البليه لعبت معاك وبتاخد 200,000 دولار في الشهر، بتدرب اكبر فريق في افريقيا، لبن العصفور جايبينه لك، عمال تجيب الصفقات اللي انت عايزها وتفرضها على الفرقه، حلوه وحشه مش مهم. هنعمل ايه؟ ورينا يا عم قدام الرجاء هنعمل ايه؟ انا شفت فيديو النهارده لواحد مشجع جمهور الترجي بيقول لك الاهلي بالمستوى اللي اداه ده مش هيعدي الدور ده من دوري ابطال افريقيا، يعني مش هيتأهل حتى لدور الاربعه، اخرنا دور الثمانيه. اقسم بالله هو معاه حق يعني، الفيديو ده نرفزني جدا، بس هو معاه حق، هو معاه حق. احنا ما قد اداء الاهلي بقاله شهر وشهرين كده من ضايع خالص، من قبل التوقف بتاع ملحق ماتش السنغال ده وهو ضايع خالص، مفيش اداء ولا روح ولا نتيجه ولا تألق ولا حد يعني. حتى اللي بيلعب ماتش بينام بعدها ماتشين